السلام عليكم، صباح الخير. كي داير اخوتي؟ بخير، كلشي مزيان. وهذاك اليوم ان شاء الله راه غادي ندير واحد الاكله، غادي نطيبها لويز ان شاء الله، وغادي نعاونها فيها، وبغينا نشارك معكم هذا الفلوق هذا. دابا غادي نمشيو نتغداو ان شاء الله، ومن ثم غادي نمشي نحسن، نمشي عند الحلاق ونكملوا الفيديو ان شاء الله، ونخليكم عاد. المهم اخويا، دابا حنا مشينا تقدينا وجينا، دابا الحمد لله راه كتشوفوا مشدينا الدجاج ان شاء الله، كيف كتشوفوا الخضره هنايا مشدينا حتى هي. المهم خليوا هادشي حتى من بعد ان شاء الله. راه غادي نوجدوا واحد الاكله، غادي توجدها لويز. هي كانت كديرها في المغرب بزاف، شحال من خضره كانت كديرها في المغرب. يو ار دوينت ان موروكو، كانت كديرها ليا في المغرب بزاف. المهم انا غادي نعاونها، غادي نشوف شنو خاصني ندير. المهم انا حاجه وحده هي اللي خاصني نقي هذيك الدجاجه، انا ما كنتاقش فيهم، فهمتي؟ الواحد اللي كنتاق فيه هو هي الوالده ديالي، ملي كتشوفها كتنقي الدجاج حيت ما كنحملوش يكون صفر. المهم غادي نقيه وغادي نغسلوه بالملحه ونشوفوا نلوح عليه شويه الخل، نحيدوا منه داك الزفوريه، ونكملوا الفيديو ان شاء الله، وخليكم معنا. المهم دابا كتشوفوا معنا الخوت، حنا دابا موجدين العطريه، دابا هذيك لاصوص اللي غادي دير في هذيك الدجاجه ان شاء الله غادي توجدها هنايا. هذا الزيت، الملحه، بزار، جينجر سكنجبير هذا، تيمريك هذا الخرقوم العرق، خرقوم ماشي زدار تايم. هذا بحال اليازير، شومي اسمها، اليازير. انا ما اظن هو بالريحه ديالو سميتو هو الكوندر ديالو، كاجن كامون شومي كان اسمه. نو اتس نوت كامون، سكاجن. كاجن هو بحال، والله ما عرفت. المهم تحميره، واش هذا؟ غارليك اويل. غارليك اويل، هذا الزيت ديال الثومه، ريلي سترونغ، مجهد بزاف. I really like garlic. Yeah, we like garlic. قال لك كنبغيو الثومه، الثومه راه مزيانه، كتحيد شحال ديال الامراض وشحال في شحال من حاجه. مكسرو؟ yeah, كتخلطوه. Now let it just. صافي دابا انا كتخليه. المهم كيف دابا رجعنا للفيديو، كيف شفتوا هذيك لاصوص خليناها، دابا غادي ندير واحد شلاضه، عرفتي واحد زوينه بزاف كيقولوا ليها سميتها كوسلو، كدار بليشو، بليشو هاد الكولور هذا ديال هاد ليشو، هاد ليشو هذا، وبالخيزو. هانتوما شفتوا الطريقه كدار بيه، وكيدار معاها المطار، عرفتي زوينه بزاف. هادي نصيحه، نصيحه بنادم يديرها، عرفتي راه كاع الناس يديرها غادي تعجبهم ان شاء الله. ساهلة بزربة كتوجد، كدير معاها يبوس مايونيز، يا خلصة مايونيز، ماسترد، ليمون جوس، ليمون جوس، وهذا الحامض، غير الما ديالو، الما ديال الحامض، عصير ديال الحامض، سولت، بابا، كديرو البزار والملحة، بابريكا، بابريكا خلصة، تحميرة، ذاتس وان يا. المهم كتقطعوه لطرافي صغار. You don't need to do mustard. I do mustard just because. Mustard was better. But if people got kids and they don't like it, they don't need to put it. كاين اللي ما كيبغيش المطارد بلا ما يدير المطارد، ولكن من الأحسن ديرو المطارد. المطارد ماشي بزاف، غير شوية، دابا تشوفوا شحال غادي دير. المهم لي شو الألوان بجوجهم وخيزو، وكديروا معاهم المطارد، وكديروا شو يقولوا ليه مايونيز والملحة والبزار
وتحميرة شوية والعصير ديال الحامض. كاتكم هذا بعدا الشلاط اللي كنتو غادي ديروها مع شي طياب ديما ديروه هو الاول حيت خاصكم تحطوه في الثلاجه باش يبرد. كيف كتشوفوا دابا الخوت بدات بالخيزو، الخيزو غادي تحطو يا زيت طيني ويا صاطي عمر الكاس. ها؟ سكوت سكوت نو واش هادي؟ واش قالت لي؟ ها؟ 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 شنو؟ ها؟ شنو؟ شنو؟ الغرام ما عنده دواء كي يطيح مولا في الهواء. ايوا انا اللي ايوا دين دين دين. المهم كيف كتشوفوا الخوت هيا دابا خلطات كلشي تما في خيزو. المهم دابا هاي خلطات هذوك المسائل دابا كتلو عليهم الملحه بزار تحميره عصير ديال الحامض ما لا موطارد شوف شحال غير هاد شويه باش ما يجيش مجهد بزاف. دابا مايونيز just mix it then just to better than KFC yeah yeah الخوت راه اللي كيعرف هذاك ديال كنتاكي اللي كيعطيكم واحد ديال واحد البواطه ديال لي شو راه هو هذا غير هي دارتو طروفه كبار ما دارتوش طروفه صغار اللي كاينين في كنتاكي كي اف سي دي بوت شوكا وهذو كيديروا حلو كيديروا سكر انا كنفضل هذا اللي مالح هادشي زوين بزاف and then just leave it in the fridge then for 1 hour let it all صافي دابا خليه بحال هكا شي ساعه في الثلاجه and then before you eat it take it out of the fridge like 30 minutes before you eat it so it's not cold وقالت لكم قبل ما تاكلوا خرجوا من الثلاجه بشي نص ساعه هكا. المهم دابا بدات عندي المهمه هي هذه غادي نحيد ليها هذاك الشحمه اللي فيها وداك الشيء الدهون الوسخ اللي فيها حتى هما ونغسلها باش يقولوا ليه بالملحه وشوية شبروا ليه الخل هذا اللي غادي ندير هذه المهمة ما نخليهاش ديرها هي حتىش ما غاديش نتاق لا ما من الوالدة ما ديرهاش من غيرها ما غاديش نخلي حتى شي حد يديرها من غير الوالدة
والدك نشوفك تنقي مزيان. و حنا كنحيدوا هاد الشحومات. شي كامل اخوتي يا واحد ماشي عاود يكون مع المدام عنده كيعاونها في الطياب ولا شي ماشي كيعاونها كيعاون مخو كيعاون راسو كيعرف شنو كياكل شنو كيدير شنو مشى الخوص ما فيها حتى شي عيب كيف قلت لكم الخوت الناس اللي كيديروا كومونتيرات علاش غبرت علاش غبرت راه قلت لكم علاش راه ما بقيتش يعني راه كيف قلت لكم راه ولات مسؤوليه عندي هذا هو المشكل دابا ولات عندي مسؤوليه راه ما غاديش نقدر نخلي البنيه ونمشي نخرج ونصور ولا شي حاجه انا المهم راه كنشوف الوقت الخاوي راه كنحاول ندير كل جهدي باش نصور لكم هذا مكان الخوت في الوقت ما كنلقاش شي نصور شي حاجه باش نمونطيها ما كنمونطيهاش علاش ما عنديش الوقت وكيف قلت لكم راه البنيه ما كتبغيش شي واحد اخر من غيري دابا غادي نبداو بالملحه تنقلو هذيك البكتيريا بعدا اللي كاينه وصافي Yeah. Get the crackers. And I can't watch when you go. I mean, you go used to go and buy the chicken, yeah. Yeah, ملي كنا في المغرب ما كانش كتقدر تشوف لما كيذبحوا الدجاج. I stayed in the apartment, didn't I? Yeah. المهم دابا غسلناها في الاول دابا نعاود نغسلوها نحيدوا منها الزفوريه هذه اللي درناها دابا وان شاء الله تكون واجده الدجاجه ما هو دابا الخوت غادي نقطع هاد البصله قال لك قطع اطرافي صغار باش تحطها في هذا شي يقولوا لي داخل الدجاجه دابا حنا نحط اطرافي صغار ماشي صغار كاع المهم اللوح مع النسمه ديال البصله وصافي المهم هيا قطعناها اطراف صغار دابا ماشي صغار 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 المهم هاي بحال هكا يكونو قد هكا وصافي نزيدو واحد اخرى احسن البصلة وجدناها راك تعمرها دابا او ماي جاد اي كانت ايفن سي واه عينيا والله الا كنبكي بالله كنبكي مع راسي كم كلوز كم كلوز تو كام تو سي واه كراين نو المهم دابا كيف كتشوفوا راه عينينا حمارو بزاف راك تعمرها دابا بالبصله من الداخل عاد غادي دير عليها هاد لاصوص هذه
المهم خوت راه اكله روميه ماشي شي حاجه يعني اللي ثقيله بزاف، اكله خفيفه. تقرب يطيب قبل شي ساعه ولا 20 دقيقه وكاك، عاد نلوحوا هاد البصله من حداها في الجناب باش تحمر شويه حتى نحطوها نزيدوها عليها. دابا غادي نحطوها في الفران. نعطيوها تقريبا واحد ساعة ونص، وديك الساعة غادي نرجعو لكم ان شاء الله ما تشوفي. المهم هاهي الخوت دابا راه طابت، يلا قسماتها دابا تشوفوا معانا. هاذي الكشلاط اللي شفتو قبيلة، يعني أكلة خفيفة ما كاينش فيها زعما يعني اللي يعني ثقيلة بزاف ولا شي حاجة بحال هكا. المهم كيف كتشوفوا معنا الخوت دابا راه الاكله دابا سالات الحمد لله، دابا واجده غير باش ناكلوها ان شاء الله. ما كرهناش نقسموها معكم وانما الغالب الله. المهم هذا هو الاخر ديال الفيديو ان شاء الله الخوت، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر جاي. هذه اكله كانت ديال لويس الحمد لله دازت بخير وعلى خير. دابا راه ما كرهناش دابا ندخل فيها دابا ان شاء الله مدن رميج بالجوع. المهم خوت شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنساوش سبسكرايب القناه ولي لايك الفيديو، وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.